المحاضرة دي عن موضوع مهم في غاية الأهمية، عن واحد اسمه شانون، عمل نظرية بتعرفنا ازاي بالظبط الكوميونيكيشن او ابني كوميونيكيشن سيستم ازاي من خلال نظريته بتاعته الشهيرة اللي هو اطلقها. البداية ان احنا عايزين نعرف ازاي احسب الباندويتس لاي سيجنال او مجموعه من السيجنالز. فالباندويتس بيعرف من خلال حاجتين، ان انا عندي معلومه عايز ابعتها والمعلومه دي ليها ديوريشن، وديوريشن بتعرف ب تي، وعندي ببعت المعلومات بمثلها من خلال دايمنشن او سيجنال سبيس. فلو السيجنال سبيس هو 2 اللي هو احنا عارفينه كله اللي هو الاكس والواي اللي هو الكارتيزيان او اي تمثيل اخر، فان هنا تبقى 2، فبقدر اقول ان الباندويتس بتاع اي سيجنال انا شبعتها بيساوي 1 على 2 تي. ودي النظريه الشهيره المعروفه اللي هو النايكوست ثيرم. النايكوست ثيرم بتقول لي ان انا عشان ابعت اي سيجنال محتاج توايس الديوريشن بتاع السيجنال، الباندويتس محتاج توايس الديوريشن، 1 على توايس الديوريشن بتاع السيجنال اللي عايز ابعتها، اللي هي نايكوست ثيرم. طيب انا عايز اعمل كوميونيكيشن، ايه من ضمن الحاجات اللي تهمني لما اجي اعمل كوميونيكيشن؟ ان انا لما اجي ابعت واستقبل الناحيه الثانيه عايز استقبل الشيء اللي انا عايز ابعته. فبنعرف بارامتر في غايه الاهميه اللي هو بيسمى الايرور بروبابيلتي او البيت ايرور ريت. فالبيت ايرور ريت، فانا عايز طبعا بلا شك انا عايز استقبل من غير ما اعمل خطا. فبالتالي البيت ايرور ريت هنا هوت عشان احقق هذا الكلام هو تريد اوف بين حاجتين، بين ان انا محتاج انرجي او باور قد ايه، والباند ويتس المتاحه عندي شكلها عامل ايه. خلاص. طيب في نظريه بتقول كل ما بقلل السيجنال سبيس او الدايمنشن، سيجنال سبيس او الدايمنشن دي اللي احنا عرفناه في الترم اللي فات اللي هو تحت بما يسمى الكونستليشن. كونستليشن ازاي؟ ان انا عندي معلومه عايز ابعتها، هبعتها من خلال زي ما اشرنا سبيس، فانا هوقع المعلومه دي على السبيس ازاي، فده اللي احنا بنعرفه او بنصنفه تحت اطار كونستليشن. ده ترانسميشن باندويتس از ريديوس، يبقى بالتالي كل ما اقلل السيجنال سبيس خلاص الباندويتس يبقى محتاج باندويتس قليل، لكن كل ما بقلل السيجنال سبيس يبقى معناها ان انا بقرب السيجنالز من بعضيها، او بمعنى اصح المعلومه اللي عايز ابعتها اللي مثلتها من في اطار او من خلال سيجنالز هتقرب من بعضيها، يعني المسافه بين السيجنال والتانيه هتبقى قليله، دي اللي احنا بنسميها المينيمم ديستنس. يبقى بالتالي كل ما المينيمم ديستنس، كل ما السيجنالز تبقى قريبه من بعض، احتمال ان انا اقول ايه اللي انت مبعوت مش هعرف، يبقى بالتالي البروبابيلتي اوف ايرور هتزيد. طيب دي احد الاشياء اللي المفروض ناخدها في حساباتنا. يبقى بالتالي انا عايز من ضمن الاشياء انا عايز امينتين probability of error معين، بمعنى اصح ان انا عايز ابعت واحتمالية ان انا اعمل خطأ تبقى في حدود مقبولة. طيب يبقى بالتالي، يبقى انا بالتالي عشان احقق probability of error مقبولة يبقى لازم ابعد السيجنالز مع بعض، لان كل ما بقربها probability of error بتزيد. طيب لكن لما هبعد السيجنال خلاص دي هتزود الاماونت اوف انرجي اللي محتاجه عشان ابعت السيجنال. يبقى بالتالي يبقى هنا بقى في تريد اوف بين زي ما انا اشرت من شويه الباندويتس والانرجي. انا محتاج انرجي قد ايه في خلال باندويتس قد ايه. فبالتالي هنعرف بارامتر في غايه الاهميه عندي اللي هو ايه البارامتر ده اللي احنا بنسميه سبكترال افشنسي، او بنسميه بما يسمى باندويتس افشنسي، بمعنى ان انا عندي باندويتس بستخدمه ازاي، بستفاد بيه ازاي، اللي هو ايه بقى في تعريفه اللي هو ان انا عايز ارمي اكبر قدر ممكن من المعلومات من خلال الباندويتس المتاح لي. فده اللي احنا بنسميه ان ابعت، عايز ابعت اكبر قدر من المعلومات او بما يسمى الداتا ريت عندي. يبقى الداتا ريت عندي ايه قد ايه بالنسبه للباندويتس، دي اللي احنا بنعرفها الباندويتس افشنسي. خلاص. يبقى في طرق بقى زي ما احنا خدنا قبل كده اللي هي بتعمل حاجه اسمها الباندويتس افشنسي، اللي هي من زي ما عرفنا الترم اللي فات اللي هو ان انا بستخدم حاجه اسمها موديوليشن تكنيك. فالموديوليشن تكنيك دي
ازاي برمي اكبر قدر ريت في خلال الباندويتس عندي. يبقى الباندويتس هنا بقى النقطه، ان الباندويتس افيشنسي از اتشيفت عند بيت ايرور ريت معين. يبقى احنا هنناقش بقى الباندويتس افيشنسي ازاي ان نحقق بيت ايرور ريت باقل باور. يبقى this means what is the minimum amount of signal to noise ratio at a given bit rate. اللي احنا بقى دي اللي احنا يبقى انا ايه، يبقى انا محتاج باور بتاع السيجنال اللي انا عايز اوفرها بالنسبه للباور بتاع النويز عشان احقق بيت ايرور ريت قد ايه معينه. من هنا بقى صاحبنا شانون ابتدى يحط لي الاطار بتاعي، علاقه السيجنال تو نويز ريشيو مع الباندويتس وان انا احقق بيت ايرور ريت قد ايه. فلو انا عرفت الريت اوف ترانسميشن بار اللي هو ببعت بيتس قد ايه او كيلو بيتس قد ايه او ميجا بيتس بيتس بير سكند قد ايه، وان انا عندي سيجنال، السيجنال اللي هي بتمثل المعلومه اللي عايز ابعتها، والمعلومه اللي عايز ابعتها خلاص ليها ديوريشن اللي هي بتمثل في الواحد والاصفار. لو افترضت ان ببعت المعلومه من خلال بيتس واحد واصفار، فالواحد ليه ديوريشن او الزيرو ليه ديوريشن اللي هي تي، وانا عندي عدد من عندي المعلومه اللي عايز ابعتها بمثلها بمجموعه من السيجنالز او مجموعه بنسميها المسج سيجنالز هديها ام. احنا لسه قايلين ان الباندويتس اللي هو هدي له الرمز دبليو بيساوي 1 على 2 تي، ده نايكوست ثيرم. فاقدر اكتب علاقه بين الديوريشن والريت اللي انا ان انا عندي سيجنال ليها ديوريشن معين وعدد من المسجز عايز ابعتهم هحتاج ريت قد ايه. فالريت اللي هو بيمثل عندي بيساوي لوج للاساس 2 ام على تي، فبالتالي هي دي البيتس بير سكند اللي هي الريتس اللي انا بعته. طيب يبقى انا من هنا لو انا جيت انا 1 على 2 تي بيساوي دبليو، فهو يبقى هودي الار الناحيه الثانيه، يبقى ار على دبليو، يعني هشيل 1 على 2 تي واعوض بيها بدبليو، بيبقى بتساوي 2 لوج الاساس 2 ام. يبقى ار على هنزل الاثنين تحت على 2 دبليو بيساوي لوج الاساس 2 ام. يبقى من هنا اطلع علاقه، العلاقه ان ام اقدر اكتبها على شكل 2 اس ار على 2 دبليو. يبقى دي احد العلاقات. شانون ام ايه اللي يبقى ام ايه اللي ان انا اقدر او اوجد علاقه بين الباندويتس والباور بتاع السيجنال والباور بتاع النويز من خلال العلاقه الشهيره اللي هي بتسمى شانون ثيرم. عشان الثيرم بيقول لي ايه، ان انا اقدر ابعت بريت قد ايه بيساوي دبليو اللي هي الباند ويتس عندي لوج للاساس 2 1 زائد الباور بتاع السيجنال اللي محتاجه على الباور بتاع النويز ودبليو تحت الباند ويتس. انا هنا فارض النويز اللي بعته ليه باند ويتس معين، فيبقى المهم ان الفاكتور ده اسمه السيجنال تو نويز ريشيو اللي احنا هكتبه في الاخر خالص معانا. طيب لو انا خدنا بقى العلاقه دي وجيت فرمطتها او اعد صياغتها تاني، فاقدر اكتبها بالشكل اللي انت شايفه. اه هقسم دبليو الناحيه الثانيه بيساوي لوج للاساس 2 1 زائد بي اس على ان زائد ان 0 دبليو. خلاص يبقى انا هقول 2 اس ار على دبليو واشيل اللوج 1 زائد كذا. طيب في نفس الوقت انا عارف الانرجي، ايه علاقه الانرجي بالباور؟ الانرجي بيساوي التايم اللي هي الديوريشن في الباور بتاع السيجنال، او الباور بيساوي الانرجي على التايم. يبقى انا هعرف الانرجي اللي محتاجها عشان ابعت بيت واحده هسميها اي بي، دي الانرجي بير بيت بتساوي تي بي اس، وفي نفس الوقت الريت بيساوي 1 على تي. يبقى انا اقدر اقول ان الانرجي بير بيساوي بي اس على ار، فانا هعوض اشوف كل اشوف البي اس اشيلها واحط بدلها اي بي مضروبه في ار، وده اللي انا عملته فادتني المعادله اللي انت شايف. فانا هقول اي بي على ان 0 دبليو بيساوي 2 اس ار ناقص 1، تودي الواحد الناحيه الثانيه. فانا من هنا هوجد العلاقه الشهيره اللي بتربط انا محتاج، هي بص بقى دي النقطه بقى، هي دي شانون ليمي ثيرم او احد شانون ليمي ثيرم اللي طلعها، ان انا اقول انا محتاج عشان احقق باندويتس افشنسي معين. ايه الباندويتس افشنسي اللي احنا عرفناه؟ الريت على دبليو، هو ده الباندويتس. عشان احقق باندويتس افشنسي انا محتاج باور قد ايه؟ باور بتاع السيجنال او انرجي بير بت على ان الباور بتاع الاي بي على ان زيرو، احنا بنسميها سيجنال تو نويز ريشيو اللي هي المقياس معايا. يبقى انا عشان احقق باندويتس افشنسي معين انا محتاج سيجنال تو نويز ريشيو قد ايه؟ فالعلاقه دي بقى، فالعلاقه دي انا بشوفها
خلاص، اللي هي سميتها شانل ليم، او احد العلاقات بتاعت شانل ليم ثيرم، خلاص، اللي هي ريليتس الانرجي بير بيت على النويز باور للباند ويث افشنسي زي ما انا قلت. فانا ممكن اقدر ارسم هذا هذا الكلام ده، العلاقه اللي انت عندك دي، ل different values for M، لان ما تنساش ال R على W انا كنت مديها، كنت ناسبها ليها علاقه بال M اللي هي number of signals. فلو انا خدتها وحطيتها، حطيت اللي هي العلاقه اللي قبل كده، اقدر ارسم هذا الكلام. وارسم هذا الكلام بقى ايه؟ الباند ويث افشنسي ده انا اشرت ليه قبل كده ان هو ليه علاقه بالموديليشن تكنيك، فبيتوقف على الموديليشن تكنيك اللي انت هتعمله هتطبقه. هقدر احسب اي بي على ان زيرو، لو تذكر من الترم اللي فات انا عملت هذا الكلام، خلاص. بس الترم اللي فات انا كنت وجدت علاقه بالاي بي على ان زيرو مع البيت ايرور ريت للاف اس كي والبي اس كي والاي اس كي، لو تذكر من الترم. فانا ممكن اقدر ارسم علاقه من اللي انا طلعتها المعادله، اخر معادله اللي انت شايفها دي، وفرسم منها الايه الكيرف ده، خلاص. طيب، فده اللي ايه بيديني العلاقه دي، خلاص. طيب، انا ممكن زي ما انا قلت لك ان انا اوجد العلاقه تانية، او شانون بيحطها في اطار تاني، ان الريت اوف ترانسميشن خلاص بايه بتساوي الباند ويدث اللي هو الدبليو لوج للاساس 2 1 زائد السيجنال تو نويز ريشيو. السيجنال تو نويز ريشيو هنا ده باور بتاع السيجنال مقسوم على الباور بتاع النويز، ده قيمه. لو اديته لك بالوات هتحوله لديسبل، تاخد 10 لوج القيمه الفاليو اللي ادالك دي تجيبها بالديسبل، ماشي؟ فتاخد بالك، خلاص. فهي دي بقى ايه، دي علاقه شانون، العلاقه الثانيه بتاعت شانون ليم ثيرم، خلاص. وكلهم جايين من بعض على العموم، خلاص. فدي دي مهمه جدا، دي اخر حاجه. طيب، تعالى بقى نشوف العلاقه دي. فالعلاقه دي بقى دي اللي احنا ايه هنبني عليها لما نيجي نعمل كما اشرت قبل كده الديزاين لاي كوميونيكيشن سيستم. ايه الديزاين بتاع اي كوميونيكيشن؟ انك انت عندك مصادر، المصادر بتاعتك دي عايز تتعامل معاها ازاي؟ اني بتقول ايه، انا عندي باندويث. طب الباندويث ده بتاع ايه؟ ان انا بقى عندي معلومه عايز ابعتها من خلال وسيط او ميديا، الميديا دي ليها باندويث. طب الباندويث ده محدود مش مفتوح، فبالتالي انا عايز اشوف ازاي اعظم ان الباندويث اللي عندي ارمي فيه قد اكبر قدر ممكن من الريت اللي انا عايز ابعته، خلاص، اللي هو الريت اللي هو الار اللي معرفناه. يبقى انا بتكلم على الباندويث، ان أنا عندي باندويث، وفي نفس الوقت انا عايز احقق، عايز اوفر في الباور، وعايز احقق بيت ايرور ريت معين. فالبيت ايرور ريت معين اللي احنا قلناه من الترم اللي فات فانكشن في ايه، في السيجنال تو نويز ريشيو. فهو الايه، انا عندي هدفع باور قد ايه كما اشرت عشان احقق probability of error قد ايه. فهو ده دي العلاقه بقى. فالعلاقه بقى، فشانون قايل لي ايه، تعالى بص بقى، انت مش عايز كل حاجه تبقى ورديه؟ اه. ايه بقى الورديه؟ ان انا عندي باند ويدث ما لا نهايه. فقال لي ايه، طب ما انا ايه رايك لو انا اخلي الباند ويدث ما لا نهايه، خلاص. فبالتالي لو انا خليت الباند ويدث ما لا نهايه، يبقى معنى هذا الكلام ان انا ممكن امشي ابعد بسرعات، الار هو الريت السرعات، فانا ممكن اطلع بسرعات بسرعه الصاروخ كما اشرت قبل كده. لما الدبليو تروح لما لا نهايه، يبقى بالتالي دي معادله، يبقى الار هتطلع بسرعات عاليه جدا. فهو قال لي طب تعالى بقى نتخيل مع بعض لو الدبليو دي راحت لما لا نهايه، خلاص. فلما جيت عملت هذا الكلام في اللي عنده، خلاص، فقال لي هنفترض انك انت عندك انفاينايت باندويث، ان دبليو تنس انفينيت. فرحت في المعادله، خلاص، ان حطيت الار، السي دي اللي هي الشانل كاباسيتي اللي انا شرحتها لك قبل كده، الشانل كاباسيتي هو الماكسيموم داتا ريت اللي انا ممكن اقدر ابعته، بس انا سميتها سي انفينيتي او سي في الحاله دي. وقمت قلت، قمت حاطط ليميت لما دبليو تروح لما لا نهايه للمعادله اللي احنا وصلنا لها اخر حاجه اللي هي بتاعت شانل. فجيت قمت ايه، قمت رافع للوج للاساس 2، رفعت له ان 0 على دبليو على بي، ونزلت بي على ان 0. فلو انت نزلت الاس الباور هنا هيديك دبليو اللي انت شايف، يبقى كده المعادله اللي انا مكتوبه دي هي المعادله اللي فوق. وفي نفس الوقت عندي بتقول لي ايه، ان لما اخد ليميت اكس تنسو 0 لواحد زائد اكس للاس 1 على اكس، الكلام ده بيساوي اي، اي اللي هي الاكسبوننشال اي. فقلت ايه، طب خلي اكس بتساوي بي على ان 0 على دبليو، شايف اللوج الاساس 2 1 زائد بي على ان 0 على دبليو، يبقى اللي جوه دي هسميها اكس، يبقى انت اصبحت عندك معادله 1 زائد اكس من جوه.
و ان 0 دبليو على بي اللي هي 1 على اكس، فيبقى ال تو ذا باور 1 على اكس لبي على ان 0، ولما الدبليو تنس تو 0 تنس تو انفينيتي اكس بيروح لزيرو، فبقت ليميت اكس تنس تو 0. فانا عندي اللي جوه دي بقى ليميت لما اكس تنس تو 0 للراجل اللي جوه ده بيساوي ايه، فبقت بتساوي لوج للاساس 2 اي في بي بره على ان 0، فده ده الانفينيتي. طيب والبي ما تنساش هي الباور اللي هي بتساوي الانرجي في الريت، او الانرجي على ايه، على تي، هي خلاص. يبقى دي بتقول لي ايه، ان انا اقدر خلاص احقق خلاص ايه ماكسيموم داتا ريت بالشكل الايه. طب نكمل. طب انا عارف ان البي هي الافر افريج انرجي بير سكند اللي هو الانرجي على السكند يديني الباور، وسي اللي هو الريت اللي هو البيتس بير سكند، يبقى لما اقسم بي على سي يديني الانرجي بير بيت، حط باليونتس اللي مديها لك، يبقى بالتالي سي انفينيتي اللي انا طلعتها في المعدل بيساوي بي على ان 0 لوج الاساس 2 بتساوي ايه، هقسم البي على سي ان 0، يعني البي على ان 0 هوديها الناحيه الثانيه، يبقى هو الواحد على لوج الاساس 2 ايه، فواحد على لوج الاساس 2 من الاله الحاسبه عندك يديني لوج للاساس اي 2، فلوج الاي للاساس 2 بيساوي 0.69، وفي نفس الوقت بي على سي ان 0 خلاص بتساوي اي بي اي بي على سي، احنا قلنا بيساوي الاي بي، فبالتالي اي بي على 0. هي دي بقى النقطه بقى، انك انت عشان تحقق لما يكون عندك باندويث انفينيتي وبروبابيلتي اوف ايرور راح لزيرو وماكسيمم ريت، انا محتاج باور بتساوي 0.69 وات او ماينس 1.6 بالديسيبل. هي دي بقى، هي دي دي دي, دي اللي احنا بنجري وراها، دي اللي احنا بنجري وراها، عم بغين نوجد انظمه بحيث ان هي ان انا اروح لشانون ليميت. فده ده ده شان ده الليميت بتاع شانون اللي ايه اللي احنا بنجري وراه. طبعا الرقم ده احنا ما قربناهوش، لان احنا زي ما انا قلت لك ده رقم نظري، بس احنا بنقرب منه، يعني رايحين له، بس رايحين له امتى؟ هنروح له، بس احنا كنا فين وبقينا فين الوقت، لما نيجي نقارن الأنظمة اللي كانت موجودة من زمان والأنظمة اللي موجودة الوقت. زي ما انت شايف الوقت ان احنا الوقت اصبحنا بنوجد اشياء بتقرب من شانون. ازاي؟ ان انا عندي الوقت وسائط او الميديا ان انا ممكن اقدر ارمي اكبر قدر ممكن من المعلومات، يعني ان الباندويتس بتاعتها بتروح لانفينيتي خلاص، زي الفايبر الوقت الحاجات اللي موجودة، والسرعات عمالة في تزايد زي ما انت شايف، وفي آليات بقدر أوفر الباور، وفي نفس الوقت عندي سيستم بتخلي البروبيلت اوف ايرور از مينيمم. ايه هما اللي بيخلي البروبيلت اوف ايرور از مينيمم؟ اللي هو الكودينج تكنيكس اللي انا اشرت لك اليه، ان انا بحقق بروبيلت اوف ايرور او اللي بنسميها البيت ايرور ريت بتروح لزيرو. وهذا هو شانون ثيرم، وشكرا. المحاضرة دي